السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الحلقة في تحت الضوء. ضوءنا اليوم سيسلط حقيقة على موضوع في غاية الأهمية. ربما البعض يراه أنه هو حقيقة هو المحرك للمياه الراكدة، إن كانت راكدة بالنسبة للواقع السياسي في اليمن، ألا وهو ما يسمى بالبعد الدولي. بعد الدولي حقيقة يعني المتمثل في 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 مجموعة من الدول، في مجموعة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، غيرها حقيقة من الأمور. يعني ما مدى تأثيرها في الواقع، ما مصلحتها وما مصلحة الشعب اليمني في ذلك. كذلك يعني البعض يرى أن الشماعة التي تحول عليها بعض التدخلات بعض الدول وفقا للمبادرة الخليجية، القرار الدولي، مجموعة من الأمور. سأحاول أن أناقش ذلك، سأحاول أن أناقش ذلك بشيء من الاستفاضة في بعض المواقف، مثلا في بعض الدول الإقليمية المجاورة، في بعض الدول ليست بالإقليمية يعني قريبة لكن بعيدة، مثل إيران واليمن، إلى أين بالنسبة لنا في العملية السياسية، الدول منطقة الخليج وما ذلك. هل الحوار الوطني كذلك يعني هو ترجمة للتدخلات أم هو سيتصادم معها؟ البعد الدولي واليمن هو موضوع حلقة اليوم مع ضيفي في هذا اللقاء، هو نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهو رئيس مركز المعلومات لحقوق الإنسان، الأستاذ عز الدين سعيد الأصبحي. حياكم أستاذي. مرحبا وسهلا بك. أنا مسرور جدا لأنني لا أتناقش مع شخص مثلا أقول أنه والله في له ارتباط بالسياسة، في عمل معين، في وزارة معينة، في تحالف حزبي معين، في كذا، فسيكون الهواء بيني وبينك كذا، وإن كان السقف حق يكتم علينا السقف الاستوديو، لكن سيكون الهواء مفتوح. حدودنا مفتوحة إن شاء الله تعالى. أنا دعني أبدأ حقيقة مع ضيفي الكريم في هذا الموضوع في قضية من أمس أو قبل. الاتحاد الأوروبي أكد موقف معين، دعمه للحوار الوطني، دعمه للعملية السياسية الموجودة المبثقة بالبادرة الخليجية. لماذا الاتحاد الأوروبي أكد هذا في هذا الوقت؟ هل يعني في مستجدات في العملية؟ هل في بعض النتوءات السياسية، بعض العقبات؟ أولا شكرا جزيلا. أعتقد بأن هذا الملف بحاجة بالفعل إلى تسليط ضوء كبير، لأنه ربما الملف اليمني هو الملف الوحيد في منطقتنا العربية الذي حظي بهذا الاهتمام الدولي الكبير في حل المشكلات الوطنية الكبيرة التي مررنا بها خلال الفترة الماضية. اهتمام الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن هذا الاهتمام الدولي والإقليمي في القضية اليمنية. هناك متابعة للملف وللقضية اليمنية منذ 2011. أعتقد المبادرة التي صيغت وسميت بعد ذلك المبادرة الخليجية هي نوع من التوافق الدولي الإقليمي لإخراج اليمن من الأزمة التي مر بها، ونوع من الالتزامات الدولية المختلفة تجاه هذه القضية. كل يوم هناك مستجد، حتما هناك متابعة حثيثة تتجلى في مسألة اجتماعات مجلس الأمن الدورية المبرمجة لمسألة متابعة تطورات الحوار في اليمن، وتتجلى أيضا في مسألة المتابعة الحثيثة أيضا من الدول الراعية للمبادرة، العشر السفراء الذين يتابعون الأمر عن كثب. الاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي، وأعتقد أنه بهذا الموقف وبغيره من المواقف يحقق نقطتين رئيسيتين. الأولى، يعيد لنفسه مسألة الاعتبارات الدولية بأنه لاعب رئيسي على المستوى الدولي، ولا يترك الساحة خالية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو للولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي أيضا قوة فعالة عملاقة على المستوى الدولي، على الأقل على المستوى الاقتصادي والسياسي، لم يكون عملاقا عسكريا كما هي الولايات المتحدة الأمريكية. ودائما هناك مقولة تقول بأن أوروبا عملاق سياسي واقتصادي ولكنه قزما عسكريا أمام الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لكن هو لاعب رئيسي في القضايا المحورية على المستوى العالم. وفي الملف اليمني يريد أن يقول أنا لي دور موجود. وأعتقد بأنه بهذه المواقف يؤكد مسألة حضوره الدولي بأنه أيضا مهم. النقطة الثانية، بالفعل بأنه ما يجري في اليمن هو محل اهتمام وقلق دولي، حتى لا تكون هناك بؤرة توتر حقيقية تتعرض لمصالح دولية كثيرة مختلفة. فأنا أرى أن هذه المتابعة الحثيثة تأتي ضمن هذا الالتزام الذي يرونه، وضمن مسألة إعطاء لهذه الكيانات تعطي نفسها هذا الدور الكبير والهام في مسألة متابعة القضايا. يعني في مثل عندنا شعبي يعني يقول ما مصلي إلا طالب مغفرة. أقصد يعني أين تكمن يعني السياسة تؤمن بالمصالح، يعني أين تكمن مصلحة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للرقعة الجغرافية السياسية؟ أين مصلحتهم؟
صارت مسألة المصالح المختلفة على الصعيد السياسي والاقتصادي متشابكة على مستوى العالم، يعني لا يمكن أن تتحدث فقط عن أضرار تأتي من محيط جغرافي محدود، ولكن أنت إذا أردت أن تتحدث عن تجفيف منابع أو بيئات قد تكون خصبة للإرهاب مثلا، عليك أن تنظر إلى العالم بشكل كبير. إذا أردت أن تقضي على الفقر وبؤره المختلفة يجب أن تكون نظرتك على المستوى الدولي بشكل أوسع. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يرى أنفسهم بأنهم مسؤولين عن كثير من قضايا الأمن على مستوى العالم لأن مصالحهم تتضرر. أي حالة اضطراب في منطقة جغرافية ولو بعيدة على المستوى الجغرافي ولكنها مؤثرة على مستوى المصالح بشكل كبير. أما بالنسبة لليمن بحكم الموقع الجغرافي المتميز والمصالح الاقتصادية الضخمة ليس في اليمن ولكن على مستوى دول الجوار، أنت تطل على مضيق ماء هام، على أبرز الطرق المائية الدولية، أنت جار لأكبر مخزون نفطي وغازي على مستوى العالم، أنت أيضا بيئة صعبة ومعقدة لا يجب أن تترك بدون كنترول حتى لا تؤثر على مصالح كبيرة أخرى. لكن أين هم من قديم؟ يعني أقصد أنه أقصد الاتحاد الأوروبي الآن اكتشف أنه في له مصالح عندنا؟ ربما الآن تتجلى الصورة بشكل أكبر، ربما نوع من التنافس في مسألة الظهور. كان الصراع قديما في مراكز القوى الدولية معروفة على الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية، تغيرت مراكز القوى الآن حتى على المستوى الدولي تبرز ما يسمى بالقوى الإقليمية الذي تتحول إلى قوى دولية. لا يمكن لك أن تغفل دور روسيا بشكل منفرد وبشكل أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لك أن تغفل دور الصين رغم أنها ضمن الدول العشر الراعية وضمن الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة، لكن أيضا لها أيضا أجندتها ولديها رؤيتها ولديها تأثيرها على المستوى الدولي. وبالتالي أيضا هذه القوى المختلفة تنظر لمصالحها الاقتصادية الضخمة. لا يمكن أن تكون هذه الدول بمشاريعها الكبيرة على المستوى الدولي غافلة عما يجري حولها في العالم. يعني لا يمكن أن لا نتساءل عن الدور الصيني في أفريقيا مثلا في 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 الاستقرار او في مسألة المصالح الاقتصادية الضخمة، الملف السوري، الملف اليمني، الملفات المختلفة. هذه القوى الدولية ذات المصالح الضخمة ولو من بعدها الاقتصادي وليس فقط السياسي والعسكري المباشر لا يمكن أن لا يكون لها دور. وعندما يكون هناك فراغ لدى هذه الدول التي لم تستطع أن تحل مشاكلها بشكل سريع وفعال ضمن إطار وطني مثلا أو إقليم محدود، يترك هذا الفراغ ولا بد أن يسد من قوى دولية. أستاذي تواردت علي الأسئلة بشكل كبير جدا، يعني وأتمنى أن يعني لو فرضا يعني تعارضت المصالح الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، يعني عند الفقهاء في قول راجح ومرجوح راجحين. أعتقد أولا أنه هناك نوع من الاتفاق الضمني والتوافق في كثير من المسائل، يعني المسائل الرئيسية أو الفريم ورك الإطار العام للعمل لا يختلف عليه كثيرا. أحيانا يكون الاختلاف على تفاصيل معينة، لكن دعنا نكون أكثر صراحة، نقول أن هناك ما يسمى بالدولة القائدة دائما للملفات الدولية. في هذه القضايا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة القائدة المؤثرة، ليس على مستوى هذه المنطقة ولكن على مستوى العالم، هي ربما اللاعب الأبرز، ليس الوحيد ولكن هي اللاعب الأبرز والمؤثر. وبالتالي في حالة وجود نوع من التقاطع للمصالح يرجح القول الأمريكي لأنه أرجح الأقوال. أستاذي الكريم، يعني كأنك صورتنا بالنسبة لهم أن نحن حقيقة كيكة كذا يعني تسير لها اللعاب من هذه الجهات، وهذا واقع يعني. لكن سؤالي، لأنني أمام شخص متخصص في حقوق الإنسان، عضو في مجموعة من اللجان ومجموعة من الوكالة الدولية في هذا الباب، ولك علاقات أقصد معرفة بهذه الأمور، القدر الذي يحصلون عليه منا من 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 بلداننا بصراحة يعني هو بقدر ما يعطونه لنا من فتات. إذا نظرنا طبعا بعيد عن الأرقام ولكن كلام حديث سياسي عام، إذا نظرنا من باب ما كما قلت أنت في بداية حديثك إلى أن هناك ما يسمى بالمصالح المغلبة على كل شيء هي نظرة المصلحة، لابد أن نقول صراحة أنه لا يمكن أن يعطي أكثر مما يأخذ، هذا غير منطقي على الإطلاق. قد لا يأخذ بشكل مباشر وسريع الآن، ولكن هناك نظرات استراتيجية، هناك مصالح تتحقق بشكل آني وشكل بعيد المدى الموجودين فيه. وسلة المصالح ليست فقط تقاس ببساطة مثلا بأموال عائدة بشكل سريع،
ولكن على مستوى حضور سياسي، جغرافي، مصالح اقتصادية مستقبلية، تحقيق نوع من الأمان، مصالح لوجستية، يعني كثير من المصالح المختلفة. يعني أنهم يأخذون ولا مقارنة في ذلك. يعني البعض يقول أن يعني نحن بالنسبة لهم يعني كونوا تدخلوا الآن الاتحاد الأوروبي أو غيره، نحن الفسيفساء الذي رسموها بريشتهم، نحن الذين صنعوا سياستنا هم. يعني أقصد متى كان العالم العربي حقيقة مستقل من صناعة سياسته الداخلية إلا بما يرسم من خارج؟ يعني حتى بعض القرارات الجوهرية، تعيين فلان ولا تغيير فلان ولا الأب يعطي الابن ولا الابن، يعني بغض النظر حتى لا أدخل فيه والبعض يزعل مني في هذا الباب، أليس الواقع السياسي الآن عندما هم الآن يتبجحون في حل مشكلتنا ومعضلتنا السياسية ودعم الحوار الوطني، أليس واقعنا هم الذين المتسبب الأول في صناعته؟ أولا دعني أقول أن أنا مغرم بالتاريخ، يعني ممكن أتحدث بشكل سريع حتى على بعض الاستشهادات لما تقول. إذا شفتك طولت أنا بدخل إلى أبعد، يعني زمنيا أبعد من ذلك. أولا نتفق على أن هذه الدول وهذه التكتلات الدولية سواء دول فردية أو على مستوى تكتلات إقليمية وتكتلات عالمية، هي لديها رؤيتها وأجندتها ومشروعها الذي تدافع عنه. يعني هذه ليست جمعيات خيرية، هذه دول لها مصالح ولها رؤى ولها أهداف، وبالتالي يجب أن تتعامل معها من هذا المنطلق. ونحن مال سايب، ونحن دول يجب أن تكون لدينا رؤيتنا ولدينا أهدافنا نتحدث، لكن هم يجب أن تتحدث مع التكتلات المختلفة أيضا من باب أنه أيضا هناك مشاريع بهذه التكتلات وهذه الدول، وأنت يجب أن تكون لديك مشروعك الخاص والواضح. واحدة في مسألة ترسيم أو في مسألة إعادة أحيانا حتى الجغرافية السياسية وتشكيل الدول، كنت أقرأ خلال الفترة الماضية بكتب كثيرة حول الموضوع. مثلا إذا عدت إلى الكتابات السياسية التي كانت في بداية القرن وبالتالي بعد الحرب العالمية، كان هناك تشكل جغرافي وسياسي غير. أنا لا أتحدث فقط عن سيكس بيكو التي رسمت خارطة سياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. كثير من الدول التي نراها الآن ولها حضور ولها تأثير لم تكن موجودة منذ 50 عام مثلا أو 40 عام. صنعتها سيكس بيكو. مثلا لازلت أتذكر وأنا في الطائرة أقرأ مثلا كتاب ملوك العرب لأمين الريحاني وزيارته لليمن مثلا، كانت هناك جغرافية سياسية مختلفة، كانت هناك دول أخرى موجودة فيه، وكان يتحدث يعني بشكل أحيانا عن هذه المنطقة التي نحن منها بأن هناك دول، هو عمل لقاءات مع الملوك العرب الذي كان يراهن على أنهم سيكونون صانعي تاريخ في السنوات القادمة، ولكنهم اختفوا من الخارطة السياسية. وكان يقول بأن هناك ربما أشكال لن تدوم ولكنها دامت. مثلا هو عندما ينتقل لمقابلة الإمام يحيى مثلا في بداية 1922 إلى 1925 كتابه، يقول بأنه عندما وصل إلى ما بعد مناخة كان هناك دولة أخرى تتبع الإمام الأدريسي وكانت عسير إقليم مستقل وما فيها الحديدة، ثم انتقل الى الملك حسين والشريف حسين في مكه والحجاز بمملكه مستقله، وكان السلطان نقد هو الملك عبد العزيز. انت الى انه سايس بيكو صنع خارطه جديده. طيب انا سؤالي ولو قطعتك انا عشان بس لانه عندي محاور كثيره، هل 2011 سايس بيكو جديد؟ يعني زرع شرق أوسط جديد، لأن التغيرات كلها جديدة في الشرق الأوسط. يعني هل زرع عندي أنا ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي بشرت بها وزيرة الخارجية؟ هل في سياس بيكو غير معلن؟ مش نظرية مؤامرة. يعني هذه واحدة من المقولات والتحليلات السياسية المتداولة، لكن لنتحدث عن حقائق على الأرض. يعني أولا من مسألة أنه ما يسمى ببرنامج الشرق الأوسط الجديد، هي أحد المبادرات المعلنة منذ عام 2004 في قمة سيالاند المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما اجتمع قادة الدول العظمى الثمان في معروفة في يونيو 2004، وأعلنت وثيقة الشرق الأوسط الجديد آنذاك، وحضرها بعض الزعماء العرب الذين رأوا بأن هناك وباركوها. والدول العظمى الثمان رأت بأن هذه المنطقة التي فيها توتر حقيقي يجب أن يعاد فيها صياغة الرؤية للعلاقات السياسية. لم يقولوا بأن هناك حدود جديدة وتشكيل دول جديدة، ولكن قالوا تشكيل العلاقات السياسية سواء على داخل هذه الدول في علاقاتها داخل مجتمعاتها لتكون ديمقراطية ومتعاونة، وعلاقاتها بالآخر الموجودين فيه، وامتدت الرؤية للشرق الأوسط الجديد في كل المنطقة العربية ما فيها امتدادا إلى أفغانستان وباكستان وإيران وحتى
تركيا، وكان هناك رؤية بأن هذه المنطقة يجب أن يكون هناك نوع من رؤية جديدة للعلاقات والتجانس، وظلت هناك حوارات سنوية تعقد ضمن هذا المنتدى تنفيذ هذه الرؤية. لكن ليس كان هناك وضوح بتقسيم جغرافي محدد. أنا أعتقد ما حدث في 2011 ليس بالضرورة أن يكون بعامل خارجي، هو نتيجة فشل حقيقي للسياسات الداخلية أولا، رقم واحد. ليش ما تكون هذه السياسات الخارجية زج بها الوصول إلى هذا الواقع؟ لكن كان هناك أيضا فشل حقيقي عندما تنظر إلى خارطتك السياسية والاقتصادية، وأنك خلال 40 عام أنت دائما في ذيل القائمة اقتصاديا وسياسيا على مستوى العالم، وأنت في منطقة جغرافية هامة وتمتلك ثروات هائلة، يجب أن تعترف بأن هناك فشل حقيقي في الإدارة. بالتالي عندما انفجر الناس وهناك من التقط هذا الغضب الحقيقي وركب الموجة، أثر، غير، عمل، هذه تأتي في مسألة تقاطع المصالح. لكن ليس أنا مؤمن تماما بأن اندفاع الناس في مسألة المطالبة بالتغيير أتى أولا قبل كل شيء للوصول إلى حالة من الإحباط الحقيقية في الشارع العربي. وصل الشعب للإحباط وفشل حقيقي للأنظمة، هنا ترهلت الأنظمة وفشل، ولم يكن هناك مشروعا عربيا واضحا. خلال 50 عام لم نمتلك حقيقة مشروع يضعنا رقما بين الأمم. نحن وصلنا إلى 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 مستوى مؤلم حتى على كل المستويات الاقتصادية والسياسية. أستاذ عز الدين، يعني كانوا قديما إذا حاكوا مؤامرات ولا شيء يحكوها كذا في الخفاء في خلف الكواليس وكذا وما إلى ذلك. يقول البعض الآن أصبحت من البجاحات السياسية، إن يعني كان يقول القرية العالم قرية واحدة، والظاهر المحاكاة السياسية أصبحت الواقع. أنا أقول ذلك لأن البعض يقول مثلا في الواقع اليمني، ولذلك أدخل حتى السادة المشاهدين اللي يقول هؤلاء ينظرون ويجلسوا في براج عاجية، الواقع السياسي في اليمن أنه البعض يقول السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي لليمن، التدخلات الإيرانية، ألمانيا، حتى البعض يقول أن السفير الأمريكي والألماني والزياني وبن عمر وقطر وكذا هم الوزراء المخفيين الحقيقيين، يعني قد تكون لهم وزارات لكن هم الوزراء الذين يعني يسيرون الأمور. كيف تقرأ هذا؟ أنا أعتقد أنه عندما نرى المشهد السياسي اليمني منذ ثورة الشباب الشعبية 2011 11 فبراير 2011 نرى تصاعد العملية السياسية خلال الأشهر التي تلت ذلك، إلى أن ما وصلنا إلى مرحلة من الانسداد السياسي. كان هناك حقيقة نوع من توازن قوى الرعب وعدم القدرة على إيجاد حل لما يجري في الشارع اليمني. ولم يكن فقط برأيي العجز قائم على أن هناك توازت مسألة القوى العسكرية والسياسية للأطراف المتصارعة منذ فبراير 2011، ولكن وصل حتى لانعدام وجود رؤية وطنية للخروج من المأزق. يعني لم نوفق حقيقة كيمنيين في وضع حل حقيقي جذري يخرج من رؤية وطنية حقيقية لتجاوز الأزمة الكبيرة التي حصلت، الثورة الشعبية، نسميها ما نسميها انتفاضة الناس، وبالتالي الخروج إلى واقع سياسي جديد. حصل نوع من الانسداد الحقيقي في مسألة إيجاد حل، وعلى الصعيد العسكري والاقتصادي كان هناك قوة حقيقية في الشارع. هذا الانسداد بمعزل عن التأثير الدولي؟ إلى حد كبير، إلى حد كبير. يعني يجب أن نعترف إذا أردنا أن نصل إلى حلول حقيقية، يجب أن نعترف أننا وصلنا في مرحلة من المراحل إلى عدم القدرة على إيجاد حل مباشر. كيف التحليلات السياسية تقول أن هؤلاء عبارة عن وكلاء لأمريكا؟ يعني هذا قول، لكن نكون صادقين. البعض يتهم السلطة والمعارضة أن 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 بوابات السفارة دائما تستقبلهم. يعني أولا مسألة المصالح وتقاطعها في بهذا العالم الذي سميته قرية، مسألة القلق الإقليمي والدولي حتى لا تكون هناك بورة توتر جديدة مصدرة لكثير من القلق على المستوى الإقليمي والدولي، أيضا يبعث لديهم من هذا الخوف. يعني لابد أن يكونوا مدركين بأنه لابد أن تكون هذه المنطقة الحساسة من العالم مستقرة. فأنا أقرأ تدخلهم من هذا من هذه الزاوية. لكن الذي أتاح فرصة أكبر للتدخل والبروز للدور الإقليمي والدولي هو أنك في لحظة من اللحظات لم تجد مفاوض محلي يصل إلى حل أهل الحل والعقد. في كل مراحل العقد السياسية في الصراعات الوطنية المحلية دائما يكون هناك مبادرين وشخصيات يجمع عليها في أنها تستطيع أن تكون محل إجماع وقاسم مشترك لإيجاد حل سياسي. من هم في الحالة اليمنية؟ لم نجد. كان هناك صراع حاد وصل إلى انقسام مجتمعي وليس فقط إلى انقسام سياسي، وبالتالي كان لابد من الوصول إلى طيب ما هو الحل. فأتت بعض الاطروحات أن الأشقاء الأصدقاء يجب أن نبحث عن حل وليس عيبا أن نستعين وأن نستشير. كانت هذه أول خطوة حقيقية لمسألة التدخلات الأجنبية في أن يكون لها دور مميز وإيجابي. يا أستاذ عز الدين، يعني ولو قطعتك في ذلك،
يعني التدخلات ما جاءت إلا بعد ما وصلنا إلى عنق الزجاجة وتزاحمنا واختصمنا. التدخلات من سابق يعني. تدخلات لكن ليس على مستوى ما ذكرته أنت من مسألة بروز الدور إلى درجة أنه صور أو نتصوره بأنه صار هو الأساس. ولكن الأساس هو الآن؟ الآن الإشراف المباشر الملف اليمني الآن بالفعل هو تحت عين الرقابة الدولية والإقليمية. تحت عين ولا في يد؟ عين ويد لنكون واقعيين. يعني الملف اليمني تحت بأيديهم وتحت أعينهم. يعني السفير الأمريكي يعني أقصد هنا في الواقع اليمني، يعني أنا لا أخفيك حتى ذهابي إلى عدن بعض الأحيان أجد بعض السفراء رايحين جايين كذا. يعني أقصد مدى تدخله في صناعة القرار، هذا تحليل أم واقع؟ أعتقد أن المبادرة في أن تسمية السفراء العشر كرعاة، كلمة رعاة للمبادرة وللحل السياسي اليمني، يضعهم في باب المسؤولية وليس فقط الناصحين، أما كمسؤولية يتحملونها على أن نحن نحتاج إلى نوعين من المساعدة. مساعدة أولا بالآراء والاستشارات السياسية في مسألة إيجاد حل وطني للأزمة القائمة، هذا واحدة. اثنين، أنت بلد محتاج إلى كل المساعدات الاقتصادية والتقنية المختلفة، وبالتالي هناك حاجة حقيقية لدى اليمنيين. أعتقد هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل مسألة الدور الإقليمي والدولي طاغيا وكبيرا في هذا الموضوع. ليس السفير واحد فقط، ولكن دعنا نقول بأنه الاتفاق الحقيقي هو السفراء، هم من بقي السفراء اللي تربطنا بهم علاقات ثقافيه واجتماعيه، هذول ما عادش موجودين، ما بقي الا السفراء السياسيين الموجودين في البلد. يعني على الاقل المبادره كانت واضحه في هذا الموضوع، انه التوافق المحلي والسياسي الداخلي بين القوى السياسيه اليمنيه ان يكون في اطار التوافق في مساله الرعايه والدعم الدولي لهذا المسار هو معلن وواضح. يعني الحل عندما يصل الأمر إن مجلس الأمن ليس فقط يضع جدولا لمتابعة الخطوات التي تجري على اليمن، ولكن حتى يعقد اجتماع ولو بشكل رمزي في خارج إطار الأمم المتحدة في أول مرة، ويصل إلى صنعاء ويعقد ممثلي مجلس الأمن اجتماعهم، هي من الإشارات الهامة. الأمين العام للأمم المتحدة بكل الظروف الصعبة الأمنية التي تعيشها البلد يأتي إلى صنعاء، كل هذه الإشارات تقول بالفعل إن هذا الملف هو تحت عين عين المجتمع الدولي. احيانا تغفل بعض الامور، يعني بعض الامور التي هي يعني مثلا على مستوى الشخص، اهتمامات الشخص في الشارع، المجتمع الدولي لماذا تغفل عينه عن هموم المواطن مثل الكهرباء او تحقيق امن او ما الى ذلك؟ ويمكن هذا قد يكون سؤال فيه بساطه الى حد ما للبعض، لكن قد تهم كثيرا. لكن البعض يقول لماذا عين المجتمع الدولي تغفل عن بعض التدخلات التي على مستوى رئيس الجمهوريه يقول نحن نعاني من بعض التدخلات، وصرح بالاسم قال ايران يعني تصادم المصالح الداخلية وتصادم المجتمع الدولي بشكل عام، يعني حتى أن الرئيس يعني رفض حتى استقبال السفير الإيراني عندما انتهت يعني فترة عمله هنا، وهذا يخالف البروتوكول الدولي. وبالمقابل أجده في لحظة معينة يعني يهنئ روحاني على يعني على تهنئة الرئاسة. أين المجتمع الدولي من هذا؟ أولا هناك مسؤولية وطنية حقيقة علينا كيمنيين، سواء كحكومة، كقادة سياسيين، كبرلمان، كقادة أحزاب، توافقت على إيجاد استقرار والخروج من الأزمة بحلول سلمية تخرج البلد إلى حالة أجمل وأهم، واستقرار وديمقراطية وعيش مشترك. بالتالي إذا لم تقم هذه القوى الوطنية والحكومة بأدوارها الحقيقية في مجال الأمن والاقتصادي والأمن العام للناس، هناك خلل. يعني يجب أن يكون المسؤولية الأولى أولا علينا. أنا أرى أنه ما يحدث من انفلات ومن فشل في مسألة الإدارة، عدم القدرة لتحقيق الاستقرار في أماكن مختلفة، المسؤولية الأولى هي ملقاة على القوى الوطنية وعلى الحكومة، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا. العالم يساعدك ولا يحل محلك في هذه القضايا، وغير منطقي على الإطلاق أن تصل الأمور إلى الإحلال بهذا الأمر. أن القادة السياسيين والقادة الحزبيين المسؤولين عن هذا البلد يجب أن يدركوا بأنهم المسؤولية تقع عليهم قبل كل شيء آخر. مسألة رمي الكرة لدى كل طرف والتنصل من المسؤولية لا يفيد. البلد يعاني من أكبر حالة عقوبات جماعية حقيقة على مستوى الحقوق. أنت بدون ماء، بدون كهرباء، بدون حالة استقرار، يعني حقيقة شيء مؤلم تماما. المجتمع الدولي هنا يجب أن يتحمل مسؤولية،
فعلا يجب ان يتحمل المسؤوليه. أم مساعده اليمن لا تاتي فقط بقرارات سياسيه واجتماعات مجلس الامن، تاتي بضخ اكبر كميه من البرامج الاقتصاديه والتي تبعث على الاستقرار والامن حتى يستطيع الناس ان يقفوا على ارجلهم. تجفيف منابع الارهاب ومنابع الفقر تتطلب من الدول الاقليميه والدول والحكومات الدوليه ان تكون لديها برامج حقيقيه في مساعده البلد وانتشاله من حاله القلق. لكن المسؤوليه الاولى هي على القوى الوطنيه. حلو، القوى الوطنيه والحكومه يجب ان تقوم بواجبها الذي الموكل اليها في تحقيق الامن، والمجتمع الدولي يقف خلفها. سامحني يعني الكلام النظري هذا الجميل والوصف الجميل كذا، المواطن يريد في الاخير يريد كلام حول الواقع هذا. لماذا المجتمع الدولي يغض الطرف عن بعض الامور؟ يعني اقصد انه كل القوى الوطنيه الا النزر اليسير حقيقه كلها مجمعه على وجود مثلا سفن تحمل السلاح من تركيا، لماذا المجتمع الدولي يغفل عن ذلك؟ لماذا المجتمع الدولي يغفل عن قضيه التدخلات الايرانيه في الواقع عندما يصرح رئيس الجمهوريه من وجود مجموعه خلايا موجوده في البلد تعبث بالبلد ويصرح بذلك في زيارته الاوروبيه التي انت كنت حقيقه مطلع عليها؟ يعني لماذا المجتمع الدولي يغفل عن ذلك؟ يعني لاجل هؤلاء. سؤال شوي كذا مستفز لكن لا يعني اجابه لكن بعد الفصل ان اذنت لي بذلك. اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل اجدكم باذن الله تعالى، ارجو منكم البقاء معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة في جزئه الثاني من تحت الضوء. ضوءنا مسلط هذه الليلة على موضوع العلاقات الدولية أو ما مدى تأثير البعد الدولي في الداخل في الواقع اليمني، خاصة أنه يلامس كثير من القضايا بالنسبة لنا. نحن الآن عند إشكالية مغتربين يعني سيهجر عدد كبير جدا منهم أو سيخرجون، وإن كان في تمديد كما سمعنا اليوم أنه في تمديد لذلك، لكن البعد الدولي حقيقة يأخذ آفاق متعددة في هذا الباب. كنت قبل الفاصل درس أو مررنا على مجموعة من القراءة في هذا الموضوع بخصوص حضور السفير الأمريكي وغيرها من الدول الراعية كما سميت بالنص الراعية المبادرة الخليجية، وكأنها هي شماعة التي تعلق عليها جميع التدخلات في الواقع اليمني، مع ضيفي في هذا اللقاء الأستاذ عز الدين سعيد الأصبحي. حياك الله أستاذ الكريم. أنا بس أستسمح عذرا أخي المخرج عبد الله، يفتح لي الاتصالات للمشاركة حقيقة في حلقة الليلة لمن أراد المشاركة في الموضوع. أنا حقيقة سأستسمحكم عذرا أعزائي المشاهدين، لو وجدت سؤال خارج عن الموضوع سأضطر أني أطلب من المخرج أن يوقف السؤال، لأنه خارج الموضوع يعني سنخرج حقيقة لمواضيع متعددة. أستاذ الكريم كنت قبل هذا الفاصل سألتك ببساطة حقيقة يعني بعيدا عن بعمق وليس ببساطة بعيدا حقيقة عن 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 عن, عن القوالب العامة، أنا كمواطن لماذا أرى المجتمع الدولي يغض الطرف بل احيانا يصاب بالعمى، مش بالعمش، عمى المطبق تماما، مش غض الطرف عن قضيه يعني التدخلات لبعض الدول، بالذات حقيقه احنا كل الصحف تتكلم عن ايران مثلا، وجود مجموعه يعني، وقد يغضب ذلك الاخ السفير تركيا وتركيا قضيه انه وصول اسلحه من تركيا، يعني البعض يقول فيها ولا تستضاف السفير التركي، وادى مجموعه مبررات في هذا الموضوع انهم لا يرضيهم ذلك وهم مع وحده واستقرار البلد. لماذا المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذا؟ نحن أولا على ثقة بأن العلاقات الدولية هي مجموعة من المصالح قبل كل شيء، وبالتالي لا يجب علينا أن يعني نظن أو نعتقد بأن هناك من سيخوض حربنا نيابة عنا. ليس هناك إمكانية أن نتكل على الخارج في مسألة حل كافة المشكلات المختلفة، هذه واحدة من الأشياء الهامة جدا. اثنين، النقطة الثانية أن كل هذه الدول المختلفة لديها مشاريعها المختلفة، إيران لديها مشروعها الخاص، تركيا لديها مشروعها الخاص، العالم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كل هذه الدول التي لها علاقات دولية مختلفة ومصالح متعددة على المستوى الدولي والإقليمي لديها مشاريع
مشاريعها ولديها مصالحها، وبالتالي هناك تقاطع مصالح كبيرة جدا. فعلينا أن ندرك شيئين رئيسيين، أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يكون وكيلا عنا في كثير من القضايا المختلفة أو ينتصر لما يضرنا بشكل مباشر إلا إذا مست مصالحه بشكل كبير. النقطة الثانية، إذا تقاطعت مصالحه بين المستوى الإقليمي والدولي مع هذه الدولة أو تلك، يمكن أن يحصل أبعد من غض النظر في هذا الموضوع. وهناك دروس كثيرة ومواقف كثيرة على المستوى الدولي، على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى المواقف العالمية المختلفة، وستجد كثير من هذه الدول لديها موقف في اليمن غير موقف في سوريا، موقف في أفريقيا غير الموقف يعني في آسيا. وعين الرضا عن كل عين كليلة وعين السخط بدل المساوي. وبالتالي لا يجب علينا أن نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بدور يفترض نحن أن نقوم به قبل. طيب جميل، أنت ذكرت مشروع لكل دولة مشروع، ما هو مشروع إيران في اليمن؟ أعتقد أن إيران بالأخير دولة على المستوى الإقليمي لديها مشروعها منذ الثورة الإيرانية، لديها برنامجها وهي تعمل ذلك بشكل علني، وهي رقم على المستوى الإقليمي. وفي اليمن واحدة من الدول الهامة جدا التي يجب أن يكون لها حضور فيه. قد لا تستطيع يعني كصاحب مشروع إقليمي، هو يرى بأنه يجب أن يتحرك على المستوى الإقليمي ليحمي مصالحه، ليفتح آفاق جديدة، ليكون له أعوانه الجدد، ليكون له سوقه الجديد، ليكون له أنصاره الجدد. وبالتالي لا نلوم دول لديها مشاريع. أنا ما ألوم، لكنني أنا لا أستوعب، كيف لا أستوعب؟ يعني مثلا البعض يقول أنا قد أبرر مثلا أنه والله التقاء مثلا على سبيل المثال مثلا التقاء مناهج وتصورات مثلا والله من يحمل مثلا التوجه الاثنى عشري مثلا في اليمن أو شيء مثلا قد تلتقي مع إيران، لكن ما مصلحة هذا التواجد أن يكون مثلا في تعز يا ابن تعز؟ يعني أقصد تكون إيران مثلا موجودة في تعز أو موجودة مثلا في حضرموت أو موجودة في جبل صبر، إلى من يدعو يرفع لي مثلا صور لبعض الرموز الإيرانية؟ لا، القراءة بهذا المشهد هو قراءة سياسية وليست ذات بعد مذهبي محدود. إيران لديها مشروعها السياسي على المستوى المنطقة، وهي ترى بأنها يجب أن يكون لها دور متمدد على المستوى تحفظ مصالحها المختلفة، وبالتالي ليس فقط نشر القضية بالبعد المذهبي المختلف. أعتقد بأنها عندما تكون لديها يد وحضور في مستوى اليمن تستطيع أن تفاوض بهذا الملف على سوريا مثلا، تستطيع أن يكون تفاوض فيه على مستوى لبنان. لا يمكن أن تكون إيران بعيدة أو لا تتابع عن كثب ما يحدث في مصر. يعني هذه الدول التي لديها مشروع إقليمي ودولي وتحمل رسالة وأهداف، يجب أن تضع في اعتباراتها كافة التغيرات المختلفة. فإذا أردت أن تنتشر في هذا البلد أو ذاك تدرسه بشكل جيد، وليس بالتالي أحيانا فقط من زاوية سطحية وانتشار مذهبي وغيره. لا، هناك مصالح اقتصادية وسياسية متقاطعة. أنا قد لا أفهمها حقيقة، لأني أنا حقيقة ثقيل فهم. أن إيران مثلا يعني يتهم البعض مثلا يقول في توجه مثلا موجود في شمال الشمال، ويتهم مثلا لا أقول الحراك، لكن أقول بعض الفصائل في الحراك التي تنادي إلى تشتيت البلد مثلا باستخدام السلاح مثلا بالتواجد مع إيران. يعني كيف أوازن؟ عندما يكون هناك أطراف سياسية محلية متنازعة ولديها نوع من الصدامات المختلفة والتقاطعات في أشياء كثيرة، دوما ما يبحثون عن الحاضن الإقليمي والدعم الإقليمي أن كان. وعندما يرى هذا بس الحاضن ما يعطي إلا المصلحة يريدها طبعا. طيب ما هي المصلحة المتأتية أنه يدعم لي أيادي في البلد متباعدة؟ يعني يكفي مسألة الحضور، يكفي. هناك مقولة أعتقد قيلت بعض المحللين الغربيين بأن ربما الدور الإيراني في اليمن مؤثرا على المستوى عرقلة مشروع ما، ولكن لا يستطيع إحداث تغيير كامل في الرؤية، ولكن يستطيع أن يكون أحد اللاعبين. يعني أستطيع أن أقول أن إيران ليست مع الوحدة اليمنية، ليست مع الاستقرار البلد، ليست مع أمن البلد. ليست بالضرورة، في لحظة من اللحظات عندما تكون مصالحها في الجانب الآخر ستذهب إليه. يعني أنا لا ألوم أبدا يعني الدور التركي له أجندته، الدور الإيراني له أجندة، السعودية لديها أجندة، الولايات المتحدة أنا الأمريكية. سأتي عليها واحدة واحدة. وبالتالي هؤلاء عندما يرى مصلحته تأتي، يعني قد يفاجأ البعض بأن بعض الأشقاء لم يكونوا في يوم ما مع الوحدة أو بعض الأصدقاء، ونحن نعرف هذا الكلام. في لحظة من اللحظات صاروا مع الوحدة، ليس لأنه اليمنيين هذا لصالحهم، لا، لأن مصالحهم أيضا تتقاطعت. لكن أنا ما فهمت، يعني أنا فهمت مثلا بعض الدول وموقفها من اليمن، لكن لا أخفيك أنا فعلا أيضا أنا لا أفهم ماذا يريد.
ربما أنت يعني كمحلل وقارئ يعني اتضحت لك صورة ماذا يريدون؟ أعتقد أنه إذا قيل بأن هناك حضورا إيرانيا إلى درجة إثارة القلق، يعني إذا كان الحضور الإيراني وصل إلى مرحلة إثارة القلق وأنه رقم في هذه الساحة أو تلك، بالنسبة للسياسة الإيرانية يعتبر هو حقق هدف كبير. يعني تحدث أنا الآن بحيادية كاملة عندما تقول لي أن الصين أو إيران أو غيرها وصلت إلى مرحلة أنها تكون أحد اللاعبين في الساحة السودانية أو في الساحة اليمنية، أقول لك هذه الدولة بأجندتها بمشروعها الخاص ونجحت. يعني لكن أنا أفرق الصين عندما تأتي إلى اليمن، حقيقة الصين تقدم لي مشاريع تنمية، الصين لما تأتي إلى اليمن تقدم لي بعض الأمور رأيناها في الواقع. هذه أجندة الواقع. يعني أتمنى لو أشوف باص في الشارع مكتوب عليه هدية من إيران كما أراه من الصين. يعني لا شيء يفترض أن نحاور حقيقة مسؤول الخارجية الإيراني. أنا دائما في الحوار الأطراف التي متهمة بكل هذه التهم يجب أن تتاح لها فرصة مسألة. لا أخفيك أستاذي الكريم والسادة المشاهدين أنني استمتت في استدعاء السفير الإيراني والذهاب إليه والمقابلة، لكنهم كانوا يتعذرون دوما بأعذار واهية، وهذه دعوة أنا أقولها الآن، وهم يرون يقولون نحن نتابع برنامجك، الملحق الثقافي الإيراني، الملحق الإعلامي، لا أخفيك السفير الصيني والله قدم إلي دعوة قال آتي حتى نقدم معه، يعني الذي عنده شيء واضح بيقدمه، لكن السفير الإيراني ما فيش حاجة. أنا سأختم حتى أذهب للأخير محمد عبد الرحمن على عجالة سريعة، هل مازال ذي يزن موجود لدينا؟ يعني العقدة اليزنية إلى حد كبير موجودة، إلى حد كبير يبدو بأنها عقدة ملازمة اليمنيين لعقود طويلة. أخي محمد عبد الرحمن من صنعاء، محمد عبد الرحمن صنعاء أشكرك، مش موجود محمد عبد الرحمن. أخي عبد القادر من أبين أو عبد القوي محمد، أخي من معي؟ معك الأستاذ عبد القادر. حياك يا أستاذ عبد القادر، تفضل. كيفك أستاذ محمد؟ حياك الله. وكيف ضيفك؟ حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا مرحبا. أقول لك يعني بالنسبة لمعاناة أبين واليمن عامة. تفضل. أقول لك بالنسبة لموضوع الكهرباء، بالنسبة لموضوع الاقتصاد، بالنسبة لموضوع الأمن. تفضل. يعني معاناة كبيرة جدا، والحلول سهلة جدا، لكن في هناك يعني ناس من التقاعس، يعني سواء كان من الحكومة توافق نفسها معي. أنا معك بس هذا مش موضوعي. الله يسعدك يا أخي، أنا أعتذر إليك اعتذار شديد أخي عبد القادر، أنا أعتذر. أنا أتمنى تكون الأسئلة أن تكون في الموضوع. محمد عبد الرحمن صنعاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذي؟ كيف حيك؟ يا أهلا وسهلا. بخير، مستن مرتاح. بارك الله فيك. أنا سأكلم أستاذي العزيز عن حول قضية إيران وما هو هدفها في القطر العربي بكامله. اصلا الموضوع موضوع مثل ما تقول واضح ومعلوم امام الناس كامل، وهو ان ايران وامريكا واسرائيل متفقين على دخول العرب دوله دوله، وهدفهم واحد الذي هو مصالحهم مصلحه واحده جميع. اما بالنسبه لامريكا واسرائيل فهدفهم النفط والثروه. طيب جميل جميل، بس عشان الخص الكلام والمذهب. طيب على ما ترى محمد، يعني على ما قلت أنت أمريكا وإسرائيل، على ما قلت أنت العدو المحتل، مصلحتهم اقتصادية، إيران إيش مصلحتهم؟ طيب إيران مصلحتها مثل ما تقول هدفها الوحيد هو الدين والمذهب لتتولى على العرب، لأنهم يسعون وراء خلافة إسلامية في القطر العربي أو في الجزيرة العرب كامل. وهم يطمحوا إلى أن يتولوا على الجزيرة العربية بكاملها بالدين والمذهب على ما أرادوا، علما على نقص المعلومة أو الدين والمذهب عندهم. أي بس الجماعات الإسلامية الأخرى برضه بتنادي الخلافة الإسلامية. أنا فاهم هذا الكلام، لكن هم يسعون بقوة، لكن عندما يدعون أن إيران كيف لو ما دخلوا العراق الذي هو إيران وملكوها للمالكي من الشيعة. ليش؟ لأنه استنصروا بالأمريكان ودخلوا العراق ويدعونها ويقولوا لنا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. وإن الموت لأمريكا وإسرائيل، وهم من ادعى أمريكا لدخل وغزو العراق. جميل، يعني أنت ترى أن لهم حقيقة مصالح قد تختلف مع ما ذكره ضيف الكريم في قضية أنه ليست البعد الديني أو المذهبي أو العقائدي كما ذكر سعيد، أنت ترى أن هنالك بعد في ذلك. أخي مهيوب السعودية.
مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور العافيه. احييك واحيي ضيفك الكريم. اهلا وسهلا مرحبا. يا اخي الكريم، المجتمع الدولي يرى ان ابن اليمن مهمه للغايه كونه مهم دولي ويحرض على امن واستقرار، عكس ما يراه العدو الفارسي الذي يؤمن بزعزعه الاستقرار في اليمن ويرغب في نشر ديانته الرخيصه، ونحن من خلال طالب الجمهوريه حكومه اليمن بطرد سفير العدو كونه يقاتلنا في اليمن وفي البحرين وفي سوريا، وانتم ترون وتشاهدون على القنوات التلفزه شعبنا يذبح في سوريا ليلا ونهار ونحن متمسكين في استقرار العدو. اي بس مهيوب انا اطالب الحكومه بكل طيب مهيوب ما حد يسوي مشاكل للناس ويعني هكذا بمجرد حب المشاكل، يعني اكيد انه في له مقصد نبيل، يعني مش معقول ايران تروح تستعدي لها اي دوله هكذا لمجرد انها تسوي مشاكل، في مقاصد. ايران دوله عدوانيه واضحه للعالم، والعالم يرى هذا عبر التاريخ، ليس من اليوم يا اخي. مجرد العداء بس يعني؟ هذا هو عداهم، لا يريدون العرب الاستقامه ولا يريدون الزعزعه على الاستقرار. يعني ممكن تقول لنا قوميه فارسيه مثلا. اشكرك اخي مهيوب على هذا، اشكرك. ما ادري معي اتصال اخي عبد الله. طيب انا حقيقه انا دعني حتى اكمل بقيه ليست اليمن فقط تدخلات ايرانيه من هنا، في كذلك مجموعه من التدخلات من هنا، وبالذات يعني سميت المبادره الخليجيه، يعني اقصد انه الدول الاقليم المجاور لنا حقيقه يعني متدخلة في الموضوع، حتى سميت المبادرة بهم، السعودية وغيرها من الدول الراعية. لكن البعض يقول يعني ما هي مصالحهم في البلد، يعني خاصة أن البعض يقيسها بطريقة معينة، يقول لم تتضح الصورة حتى لبعض الدول مثلا دول المجاورة مثل السعودية مثلا كانت قديمة أو حديثا دعم خزينة الدولة بكذا مليار حتى لا ينهار الاقتصاد اليمني، دعم بالنفط، دعم بالغاز، دعم بكذا، وبالمقابل يقول مثلا طرد المغتربين اليمنيين قبل أيام يعني إلى الآن، وكذلك يعني أموال تضخ مشايخ قبائل من عام 62 إلى الآن، يعني لبعض المشايخ والرموز الموجودين وما إلى ذلك. أنا مش فاهم. أولا أريد أن أعرج على مسألة المصالح اللي تحدثنا عنها سابقا، وأقول بعيدا عن مسألة الدخول في دائرة، لا أحب مسألة أن يكون الحديث والصراع أن تنجر المنطقة حقيقة إلى صراع مذهبي وإلى صراع قوميات مجاورة. أنا أؤمن تماما بالعيش المشترك، وأرى بأننا ربما على مستوى المنطقة كاملة وليس اليمن أمام مأزق حقيقي إذا تم جرنا جميعا إلى هذه الدائرة الخطيرة في هذا الأمر، لأن بالأخير في كل هذه الحروب التي قامت على هذا البعد ليس فيها منتصر على الإطلاق، والتاريخ ملي بكثير من الألم. بس من اللي عاشها؟ احنا عايشين هذه الفترة كلها. نعم. يعني الزيدية بالضبط. والسنة والشعب كلهم عايشين، من الذي ينعشها؟ ربما كل طرف يتهم الآخر بشكل كبير، لكن أنا أريد أن لا أدخل في تفاصيل الاتهامات المتبادلة. أنا أريد أن أتحدث بأن المنطقة العربية بدل أن تتجه في صراعاتها لبناء مشروع حضاري جديد قائم على العيش المشترك والحرية والتعاون والتكامل، هناك انزلاق حقيقي نراه حتى على مستوى دول مثل مصر مثلا أو لبنان أو في سوريا، العراق، اليمن. بالتالي يجب الانتباه تماما على هذا الخطاب السياسي. أنا أتحدث على الأقل من العين الحقوقية التي ترى بأن مسألة الانجرار إلى مسألة لغة العنف والتعبية الخاطئة أيضا مدمرة. التعبية الخاطئة؟ أنا أقول الطائفية، وأستاذي عز الدين سعيد الأصبحي يعني بعبارات المنمقة ما يحبش يقول. أنا بقول أثيرت القلاقل في البحرين طائفية، أثيرت القلاقل الآن موجودة الآن في 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 سوريا أخذت العمق الطائفي، في اليمن الآن في طائفية وفي موجودة، وفي السعودية في طائفية. يعني أقصد كلها تشير بالتام إلى جهة واحدة. ربما هذه نقطة. النقطة الثانية التي أقيلت كثير من المفكرين العرب، دائما تقال بأن مسألة الصدامات عندما تأتي بما يسمى القومية المجاورة لك هي تمدك في حروب بعيدة المدى وليست سهلة الموضوع. يجب الانتباه لهذا الموضوع. خلافاتنا مع أي خلافات خارجية خارج إطار الجغرافيا دائما ما يتم حلها عبر الزمن ببساطة، لكن صدامك مع القومية المجاورة، كان العرب حريصين تماما في مسألة أن لا يكون هناك صدام
فارسي عربي، أن لا يكون هناك صدام تركي عربي أو أثيوبي عربي. هذه الجغرافيات المحيطة بالقومية العربية يجب التعامل معها بكثير من رؤية التكامل أكثر من التناحر، لأن انفجار المشكلة في مع التماس الجغرافي الحاد الذي يجمعنا يجعل مسألة الانفجار مستمر وكبير. أنا أتحدث الآن استراتيجيا كلنا متفقين عليها. فمسألة انزلاق المنطقة إلى هذا إلى هذه الدائرة بهذا الشكل هو لا يخدم أبدا استقرار منطقتنا. لكن أنا هذا الذي بينعشها. أنا أيوة. السؤال الأهم، ما هي مسؤوليتنا تجاه هذا الأمر؟ أنا لا أستطيع أن أمنع كثيرا التدخلات الكثيرة لإيران أو لتركيا أو لأوروبا أو للسعودية أو غيرها، لأن كل هذه الدول يجب أن ندرك تماما أن لديها مصالحها ولديها رؤيتها والتي تطرحها وربما بشكل أو بآخر. هنا أنت مسؤول عن هذا البلد، كيف تستطيع أن تتصدى لكافة المشاريع التي تأتيك عبر تحصين المجتمع، العيش المشترك، القدرة على مسألة أن لا تنجر أن تكون ساحة تصفية حسابات للصراعات الخارجية. هذا مهم جدا. الصراعات التي يموت من أجلها اليمنيين خلال سنوات طويلة جدا تأتي دائما ضمن أجندة خارجية. نحن اقتتلنا خلال 60 سنة ببعد إيديولوجي حزبي، ثم نقتتل ببعد أحيانا إيديولوجي ديني أو مذهبي موجود، بالتالي لم يكن هناك حقيقة خلاف على أجندة وطنية حقيقية. يجب أن لا يكون هناك فرصة لمسألة أن تتاح هذه البلد أو غيرها لساحة الصراعات الخارجية. لا يجب أن نصفي حسابات الغير. لا أخفيك أنني يعني أما مسألة أن هناك تتكلم أنت حقيقة، لا أخفيك أنا أنزل كل ما تكتبه أنت على الواقع. أنا أجد عندما قلت ما هو الواجب، أجد كل فيما ذكرته في الواجب أجده في المواطن العادي العامي اللي في الشارع. سيعيش عيش آمن، عنده السلام، عنده الاستقرار، عنده التعايش السلمي. عاش اليهود والمسلمين في بلد واحد في عدن في منطقة كيلو في 2 كيلو. عاش وثنيون وعاش يهود وعاش سنة وشيعة وعاش بوهرة وعاشوا. المواطن عادي سيعيش، لكن مشكلتنا في الذين يتسمون أنهم رموز سياسية هم الذين يعيشون مثل ذلك. إذا مشكلتنا، وأنا أخشى أن مؤتمر الحوار أن في بعضهم وكلاء شريعة لبعض الجهات. أعود للسؤال الذي ما أدري أنت لبستني كذا وخرجتني منه، لكن سأعود إليه. الدور الإيراني ذكرناه، والبعض يقول كذلك أن هناك دور قريب لدولة مجاورة من السعودية مثلا على قضية أنه أحيانا تقف معنا مواقف حقيقة قوية جدا في دعم خزينة الدولة، دعم الاقتصادي، النفط أعطونا كميات كبيرة جدا، الغاز أعطونا. بالمقابل كذلك أجد أنها يعني سوت قانون على كل الناس، لكن المتضرر الأول هم اليمنيون المغتربون والآن يعودون، وبعضهم يمشي من جدة إلى الحدود اليمنية مشيا وبعضهم مات في الطريق. إضافة إلى ذلك أن يعني أن تضخ أموال يعني لبعض يعني باللجنة السعودية اليمنية لبعض الشخصيات الاجتماعية. هل في تصادم في هذا ولا هو عندي لوحدي؟ لا، هو يعني في قد يكون نوع من التناقض كما ذكرت في المواقف. بس دعنا أولا نؤكد على حقيقة تاريخية وجغرافية بأن مسألة الأنظمة السياسية والحكومات المختلفة والقادة السياسيين الذين يريدون القفز على الواقع في مسألة إيجاد فرقة حقيقية بين الأمة هذه وبين الشعوب، أنا لا أؤمن بها. أنا أؤمن تماما بأن ما يجري هو طارئ والثابت الحقيقي بأن هذه الأمة واحدة، وبالتالي الحكومات وما تعمله من إيجاد فرقة حقيقية يجب أن لا يكون هو الثابت في هذا الأمر. هذه نقطة واحدة. وعندما أنظر العلاقات اليمنية السعودية في والأرض المشتركة والتاريخ المشترك، أتألم كثيرا بأن هذا هناك نوع من السياسات والإجراءات الإدارية التي تصنع فرقة أكثر من أي شيء آخر. ليس فقط أنا لا يهمني فقط المساعدات المالية أو الاقتصادية التي تأتي من هنا وهناك، أنا يهمني بقاء اللحمة ومسألة المودة بين ليس فقط جارين ولكن شعب واحد وأمة واحدة تجمعنا التاريخ والدين والأرض المشتركة. بالتالي على هذه الحكومات أن تنظر بعمق حقيقي. أنا أتكلم على الدولتين. أرى بأن الموقف السعودي من الداخل ربما لم تعد خلال العام الماضيين تمر المملكة العربية السعودية بنوع من عدم الاستقرار بسبب التغير في الرموز القائدة والحاكمة. تغييب الموت للأمير سلطان ثم الأمير نايف وهما الرمزين الحقيقيين في المملكة العربية السعودية في صنع العلاقات الإقليمية للمملكة العربية السعودية يحدث فراغا حقيقيا. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية بأن هناك بالفعل
نوع من القرارات التي ربما لا تتخذ بشكل مركزي ممنهج. يعني تحدث لديك نوع من الالتباس، يعني قرار يبحث عن مسألة ضرورة الدعم وتعزيز العلاقة والأخوة، ثم يأتي قرار يؤلمك حتى النخاع في مسألة طرد الآلاف المئات الآلاف من اليمنيين، والإضرار بهم ليس فقط اقتصاديا ولكن على مستوى إجراءات غير قانونية وغير منطقية وغير إنسانية. هنا أعود إلى مسألة المسؤولية الأولى. يعني أنا دائما يجب أن أعطي مسألة ترتيب من المسؤول الأول. إن لم تكن لدينا الحكومة والقادة السياسيين الذي ذكرت لديهم مسألة تغليب المصلحة الوطنية ومصالح هذا الشعب، سنكون في حالة خلل. أنا أعتقد بأنها افتقرنا للقدرة على التفاوض لدى الأشقاء ولدى الأصدقاء في مسألة الحفاظ على مصالحنا وعلى مصلحة شعبنا في الموجود فيه. أعتقد بأن المغتربين اليمنيين ليسوا بحاجة أن تحل مشكلتهم فقط الداخلية السعودية والخارجية السعودية، بحاجة إلى الحكومة تذهب وتفاوض وتقف على الطاولة وتقول كما قلت ليس فقط دعمنا بالنفط وبعض الإمدادات المالية، ولكن أيضا بالعيش المشترك، وهذه مهمة وطنية قبل أي شيء. أنا اليوم ظهرني فتحت برنامج شعبيات وبعض الأمثلة الشعبية. يعني هل البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة؟ يعني هل تأثر؟ يعني هل أنت تريد تقول يجب أن تكون هناك حكومة قوية ضامنة هنا في الداخل حتى يجد الأشقاء في الخارج يتعاملوا مع دولة قوية يعني وتقيم علاقات مشتركة بينك وبينها؟ السؤال يقول البعض أنه يعني هل مشكلتنا في الحكومة الداخلية؟ يعني هو الخارج أصلا، يعني تأثير الخارج في إيجاد حكومة هشة، حكومة رخوة، حكومة مكونة من تكوينات يعني لا يمكن أنها تكون حكومة قوية. نعم، الاثنين معا العاملين موجودين. هناك عامل خارجي في مسألة التأثير على الداخل، وزي ما قلت البعض يغلب مصالحه الشخصية على المصالح الوطنية، وهذه متعارف عليها ولا توجد في أي بلد في العالم إلا عندنا. العلاقات المرتبطة بالخارج على مستوى الأشخاص، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة. النقطة الثانية، بالفعل نحن لم نوفق بقيادات إدارية وسياسية قادرة على الحنكة في إدارة الأزمة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج موجودين فيه. أنا لا أتخيل على الإطلاق أن تكون لديك كل هذه الاختلالات الأمنية اليومية على مستوى زعزعة الاستقرار، ولا يكون هذا هاجسك اليومي طوال 24 ساعة قبل أي شيء آخر. أن يكون هناك مئات الآلاف من اليمنيين الذين لا فقط يتعرضون للطرد ولكن للإيذاء، ثم لا تكون قضيتك الأولى. القضايا الأخرى يجب أن تجنب جانبا على كل حال. ليست مشكلتي في المحاصصة الحزبية الآن، ليست مشكلتي أبدا في عجز الميزانية والاختلالات الإدارية هنا وهناك في المناصب. مشكلتي بأن هناك مئات الآلاف يتعرضون لمسألة الانتهاك اليومي ولا أحرك ساكنا كما يجب. لا أكتفي بمجرد بيان وتنديد. مشكلتي أن هناك عدم استقرار حقيقي يضرب مصالح الناس على مستوى يومي بأكبر انتهاك. أنت تعيش ساعات بدون كهرباء، بدون مياه، بدون خدمات صحية، ثم لا يكون هذا هاجسك الدائم والمستمر. يعني أعتقد ترتيب الأولويات فيه خلل كبير. في أنا بقي معي يمكن من البرنامج دقائق معدودة، إذا بقي المجال معي أنا أترك التليفونات الظاهرة على الشاشة، أترك المشاركة في عجالة سريعة. لكن أنا حتى تأتيني اتصالات، أنا ألخص حقيقة أنه واضح عمق التداخل من ناحية البعد الدولي الداخل في البلد بنوايا حسنة أو نوايا سيئة. أنا في الأخير هو الظاهر الذي أجده أمامي. سؤالي، هل المبادرة الخليجية الذي انبثق عنها مؤتمر الحوار الوطني هي حقيقة تحكي مدى التدخل الخارجي، البعد الخارجي الموجود؟ يعني بصراحة هل المتحاورون 565 شخص الجالسين في القاعات سيكونون هم أصحاب القرار بمنأى عن الصناعة الخارجية؟ يعني أم العامل الخارجي مؤثر إلى حد كبير؟ لا أعتقد أن العامل الخارجي مؤثر بشكل كبير. أنا مؤمن بهذا الموضوع، مؤمن تماما أنه المبادرة الخليجية الناس لا تدرك تماما أنها عطلت حتى مسألة العملية الديمقراطية في هذا البلد. وكان يجب الانتباه إلى أن يكون لديك برنامج تنفيذي واضح في مسألة أن حكومة الوفاق أو الحكومة الانتقالية يجب أن يكون فقط برنامجها محدد في مسألة وضع الاستقرار الأمني والاقتصادي لهذا البلد، والاتجاه بالبلد إلى هيئة دستورية تبحث على شكل الدولة القادمة. حتى الآن لم يتم مناقشة القضايا الرئيسية الهامة، هو بناء الدولة والقضايا الهامة، والهروب من مسألة هذه المواجهة في تطويل الحوار وغيره، لأن القوى الفاعلة لم تتخذ قرارها بعد. والضامن الحقيقي لمسألة بقاء الاستقرار أعتقد بشكل كبير هو الضامن الدولي.
ما في شيء مكتوب جاهز؟ كما يقال إعلاميا ليس هناك شيء جاهز، ولكن من الواضح جدا أن التأثير الدولي هو حقيقة ما يحفظ حتى مسألة التوازن لهذا البلد. يعني أخي سعيد بن شبوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالعافية. أحييك وأحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذي العزيز. نحن دائما عندما نناقش قضايانا نحاول أن نرمي مشاكلنا كلها على الخارج. نحن بالتأكيد مرتهنين للخارج منذ زمن طويل ومرتهنين للأقليم. أخي العزيز، قضايانا وحلها هو في عدم ملامستنا لجذور مشاكلنا وعدم الاهتمام ببناء الإنسان استشرى الفساد. مشاكلنا هي في التباسم بين قلة قليلة يا أخي من الفاسدين والمتنفذين، ومن يظن بأن اليمن سيخرج من هذا المأزق فهو مخطي، ومن يعتقد أن المبادرة الخليجية هي المخرج فهو مخطي. فالمبادرة الخليجية أخي جسدت التباسم بين هذه القوى التي أوقفت التنمية وأوقفت الحياة في كل مجالها. المخرج الوحيد لليمن يا أستاذ العزيز هو أما أن يكون فيدرالية بين شطرين ويبقى شعب واحد بحكومتين، أفضل من يبقى شعبين بحكومة واحدة يعني غير مسيطرة على الوضع في اليمن. أنا أرى أن نلامس قضايانا حقيقة ونضح. أخي سعيد، أنا جدا معجب بكلامك، يعني قد نختلف معك في بعض الرؤى، لكن أنا معجب جدا بالعقلانية التي تطرحها أنت الآن. لكن للوصول إلى ما ذكرته أنت الآن، للوصول إليه، يعني الوصول إليه يا أخي نتحدث عن ثورة، نتحدث عن تغيير، نتحدث عن تسوية، نتحدث يا أستاذي العزيز نطرح بالصوت العالي شعب واحد بدولتين أفضل من يبقى شعبين بدولة واحدة. هذا هو الحل، يرضى من يرضى. إيه بس الوصول، الوصول يعني جميع أقصد بغض النظر ما هي الصورة التي نصل إليها، شعب واحد بدولتين ولا يا أخي بالحوار هذا، الحوار يعني هذا يجب، هو الحوار خارج من بدء خليجية، والأستاذ يقول لك الحوار هذا أنه البعد الخارجي فيه له تأثير. هل تمسك بالوحدة هذا سيضع اليمن يعني على الطريق الصحيح؟ لا أظن هذا. لا، إيش دخل عباس في عبد الصمد؟ يعني أنا سؤالي حقيقة في قضية كيف الوصول إلى هذا، كيف الوصول إلى إيه؟ إلى أن نجد شعبين، إلى ما ذكرت أنت الآن، حل يرتضيه الشعب بغض النظر كيف الصورة. يا أستاذي العزيز، نحن لا يمكن أن نسير في هذا الوضع، أن تحكم اليمن قلة قليلة من المتنفذين. صح. وهم اليوم يتسابقون إلى صناديق الانتخابات. يسمونها ثورة، يسمونها تسوية، يسمونها يعني مخضرية، وهي تقاسم على السلطة والنفوذ والسلطة والثروة، وهم يتسابقون اليوم على الانتخابات. جميل. كلهم يجرون إلى الهدف هذا. يعني نحن بحاجة إلى نوايا صالحة في هذا البلد. يعني نوايا صالحة عند من؟ عند هذه الفاسدين. أقصد نحن بحاجة نوايا صالحة، أنا ما قلت عند هؤلاء، بحاجة إلى رجال صادقين يخرجون البلاد. ومن هم اللي يحكمون اليوم؟ من يدعون الثورة؟ عبد الرب منصور اللي يحكم البلاد. يا أخي الأخ غير الشقيق هو في الجانب شمال صنعاء، والزعيم الذي لم يرتضي أستاذي العزيز بالرئيس السابق 33 سنة لم يقتنع حتى بأنه يصير الرئيس السابق، أضاف إلى اسماء الزعيم. جميل. أستاذي العزيز أنا يجب أن نعرف أنه لم يتوحد حتى جنوب صنعاء وشمال صنعاء، فلماذا نبكي عن توحيد اليمن ونبكي عن توحيد اليمن؟ نحن سنبقى شعب واحد وبحكومتين وكل واحد يرعى مصالحه، وتبقى قوتنا وتبقى يعني قيمنا وأخلاقنا، والعرب كلها متحدين يا أخي. الله يسعدك أخي سعيد، أنا جدا 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 شاكر لك يا صاحب شبوة، بارك الله فيك. أخي عبد الإله ذمار. ألو. أيوه تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، لو أنك تسمعني من التلفون. كيف الشيخ محمد؟ حياك الله، تفضل. يا أخي أحييك وأحيي ضيفك العزيز. أهلا وسهلا، تفضل. يا أخي عندنا مداخلة لو سمحت. تفضل. يا أخي العزيز، تدخل إيران في اليمن من ناحية المذهب الشيعي تشتي تفرض أجندتها في المنطقة حتى يكون لها أجندة في أي دولة، وهذا تمهيدا لها حتى تكمل سيطرتها على المنطقة، ولأنها تتخذ السياسة الطويلة. ولكن اقترح لدولتنا أن تفتح حوارا معها حتى نعرف ما هي أهدافهم، ما هي مطالبهم، وبعد ذلك لنا الخيار أن نقيم معهم علاقة أم لا. جميل. لأنه لا تعرف نية خصمك إلا إذا جلست معهم. جميل. حتى يتبين للشعب ما هي نياتهم، ونحن عندما نفتح حوار معهم نعرف ما هي نياتهم، ما هي كذا، وأريد من الإعلام. جميل. أن يقيم حوار معهم مثل برنامجك هذا الهادف. جميل. مع مسؤول إيرانيين حتى يوضحوا للشعب اليمني. جميل. أنا معك. والقيادة السياسية مثل تهريب السلاح الذي ضبط في الأشهر الماضية. حلو. إلى من كانت ستسلم الأسلحة في اليمن؟
وماذا ينوون بهذه الأسئلة؟ جميل، أشكرك أخي عبد الله وسأسف على مقاطعتك، لكن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ينبغي من المحاورة. أختي هدى، أختي هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أحب أشكر الأستاذ عز الدين، أقول له أنت متألق كالعادة وفخر تعز وفخر اليمن. ثانيا أنا حاسة أنكم يعني فاتحين موضوع إيران بس ما تكلمش عن السعودية خالص، رغم أني أشوف التأثير السعودي أكبر. الظاهر أنك يا أختي ما شفتش الحلقة كاملة. لا شفتها كاملة والله، بس مركزين بس على إيران، مع أنه السعودية تضخ أموال أكثر، وأحس أن السعودية تضخ أموال لكذا جهة على أساس أنه اليمن تظل في زعزعة، وهي تظل تأخذ النفط وتأخذ الأراضي ويعني محافظة على مصالحها. أي بس أنا أتوقع أني كنت في حلقة وذكرت أنا وظيف الكريم السعودية وذكرنا هذا، بس أنت ما أدري كنت يمكن شفتي حلقة ثانية، الله أعلم. أنا أشكر أخت هدى على ذلك. أستاذ الكريم، آخر سؤال أقدمه لك في ذلك، إذا أحسنت اليمن التعامل مع البعد الدولي والبعد الخارجي، تتوقع أنها تستطيع بذلك أن تقيم علاقات جيدة إذا ما وجدت دولة قوية وضامنة من الداخل؟ نعم، أريد أن أختتم بهذا حتى يكون نوع من الحوصلة. أقول بأنه على القوى السياسية المختلفة في هذا البلد علينا جميعا أن ندرك تماما بأن مسألة إلغاء الآخر صار غير ممكن على الإطلاق. نحن جربنا كافة طرق العنف ومسألة الغلبة ولم تنجح. يجب أن نؤمن تماما بأننا في مرحلة حرجة، وبأن ما تم خلال السنوات الماضية من مشاريع سياسية ومن محاولات ومن هذا كانت فاشلة تماما. علينا الآن أن نتجه إلى بناء بالفعل بلد يقوم على العيش المشترك والقبول بالآخر بجدية حقيقية. هذه نقطة. النقطة الثانية بأن كافة القوى السياسية في اليمن هي فاعلة، ولكنها لا تستطيع أن تصنع تغييرا كبيرا وحيدا. بما معنى إنه كافة القوى السياسية في اليمن لديها القدرة على مسألة العرقلة وعلى عدم أو على وقف سير مسألة التغيير، ولكنها لا تستطيع وحدها أن تتحمل مسؤولية إيجاد تغيير كامل، وبالتالي هذا يدفعها تماما إلى أنه لا بد من مسألة وقف كافة المشروعات الصغيرة، المشروعات الخاصة، والاتجاه إلى مشروع وطني حقيقي. البلد هذا بحاجة إلى مشروع وطني يلتف حوله الناس، حتى الآن لا توجد رؤية ومشروع وطني يلتف حوله الناس. أشكرك أستاذ عز الدين سعيد الأصبحي، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز معلومات لحقوق الإنسان لهذا البلد. قبل تقريبا عشرة قرون قبل الميلاد يعني امتدت بلاد الأحقاف قديما، ثم مرت على ذلك مملكة سبأ التي حقيقة ذكرت في القرآن، ثم حمير، ومر على ذلك حقيقة حضرموت، ذريدان، يعني ممالك قامت في البلد. كانت اليمن حقيقة دولة قائمة ولها علاقات دولية، علاقات اقتصادية، كانت حقيقة تصدر للعالم البخور واللبان والسلاح ومجموعة من الأمور، وكانت حقيقة دولة تسمى بالجنوب العربي. الجنوب العربي حقيقة المعروف عنه أنه يمتد من البحر الأحمر إلى الخليج، هذا هو الجنوب العربي كاملا، وكانت ترتبط بعلاقة دولية حقيقة مع كل العالم، مع الفراعنة في مصر، مع بلاد الشام، مع كل العالم، علاقات قوية لوجود دولة قوية من الداخل. وعندما حقيقة حصل التهاوي فيما بعد الميلاد في تقريبا في عام 525، عندما ذهب سيف بن ذي يزن وجلب لنا حقيقة العام الخارجي لإخراج الأحباش عندما دخلوا إلى البلد، فدخلت البلد في معمعة لوجود الضعف الداخلي. الخارج حقيقة لن يجرؤ على أن يعبث في الداخل ما لم يكن من الداخل المرض العضال من الداخل، على قوة الداخل، الأحزاب الوطنية، الإرادة الوطنية، الدولة القوية، الهوية الوطنية، الولاء الوطني. إذا وجد من الداخل لن يستطيع الخارج أن يدخل فيما بيننا، لن يستطيع الخارج أن يعبث في القواسم المشتركة. على أي المذاهب كنا، كان أهل اليمن زيدية وكان سنة وكان شافعية وكان هنالك اليهود وكان هنالك مجموعة، لم نشاهد هذه الحقيقة التفرقات الموجودة إلا عندما وجد من الداخل البلاء، فاستطاع الخارج أن يدخل. إذا استطعنا أن نكون قلبا واحدا، أحزابا وسياسيين ودولة ومواطن وشعب والكل على ذلك،
لن يستطيع أحد الدخول. أسأل الله أن يألف القلوب، أسأل الله أن يجمع الكلمة، أسأل الله أن يرد كل من كان في قوله وفعله شر على بلادنا وعلى أبنائنا وعلى جيلنا وعلى أمننا وعلى استقرارنا، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجمع كلمتنا فيما بيننا من أطراف اليمن فيما كان، يعني لتختلف الأطر السياسية، لتختلف حقيقة النظم السياسية، ويبقى الشعب واحدا. أسأل الله أن يحفظ البلاد من كل شر، أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام المتبقية في شعبان، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يكون شهرا تتآلف فيه القلوب وتجتمع فيه الكلمة. أسأل الله لنا ولكم ذلك. أستدعكم الله على أن نجدكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.